خير؟ شو في؟ جايين نطلب ايد بنتك. بنتي فلاحت؟ ايه، في غيرها ليش؟ حكونا عن جمالها وانه حلوة كتير. شايف هاد لون باشي ولي؟ بدنا نفرح فيه ونجوزه. سيدي سيدي، الله يخلي لي بنتي فلاحت، ما حدي خيرها. هي روحي، هي النفس، هي النفس اللي بتنفسه. إيش كان راحت بنتي؟ شو بدي أصير بحالتي سيدي؟ شو بدي أصير؟ خلصنا سيد ممدوح، قطعت لي قلبي، وهذا الشاب الحلو بدنا نجوزه. فهمت عليك، بدك يومين لتفكر، مو هيك؟ خلاص يومين مو أكتر. ايه، شو صار معنا؟ وافقت بنتي سيدي. وإمتى بدنا نقرا الفاتحة؟ لا سيدي، في يعني بعد ما تعرفوا شو العلة بنقرا الفاتحة. علة؟ علة شو؟ يا سيدي بنتي مع علة. شو هي؟ لازم يا سيدي يعرف قبل ما تتجوز. سيدي قرب لعندي لأقول لك شو العلة. قرب لعندي. ايوه. ما في نصيب، تحركوا. وضليت اخذ واعطي معها، قرب لو بعد، لقرب لو بعد، لهيك لحتى اقتنعت. لك ايه ماشي، بس بعد ما اقتنعت شو قالت لك؟ هلا قبل ما تقلي قلت لها انه اخي مطيع بودك كثير وبحبك من صمصوم قلبه، وهو رايدك على سنه الله ورسوله. واكيد بعد ما قلتي لها انه مطيع بحبها هي قالت لك وانا بحبه لانه انا بنحب. هلا هي قالت لي رح تفكر بالموضوع بعد ما تقنع ابوها. يا رب يا رب يسر لي اياها يا رب. يا ربي شو هالحالة؟ لك بنتي ما ضل غيرك بنت حلوة بهالبلد. لك يا ريتك مش، يا ريتك سودا، يا ريتك مرصة، يا ريتك حولة، المهم ما تكوني حلوة لك بنتي. يا ريت يا ابي يا ريت، ما كان حدا اجى طلبني ولا دق باب بيتنا. لك ما ضل ناقصنا غير يجي الوالي والقائم مقام يطلبوك لاخواتهم. قولي يا ابي، قولي اذا صار هالشي، هدول الناس نحن ما لنا قدهم. نحن ناس درويش على قدنا. حاج اللي اجى طلبني اليوم. مين اجى اليوم؟ عد على اصابعك لاقول لك. هديه اجت تطلبني لاخوها مطيع، وقدريه خانه مشطه، وعفاف والدايق ام محمد وام عثمان، وفاطمه اجت هي وبناتها، واجت مرت اللحام شاكر، واجت مرت الخضرجي، واجت يابي دخيل الله شبك يابي رد علي، في من شاء الله يابي بوسيدا في يابي دخيل الله، رح اجيب لك كاسه مي. اختي اختي، من شان الله احكي لي شو صار معك. فكرت. وبعد ما فكرت شو طلع معاها؟ لك بعتت وراي انا وانت كرمال نروح لعندها. شيء طبيعي، اكيد عرفت انه انا فارس احلامها. لك ايه اكيد، ايه يطلع لها هي الثانيه، سيدك ببوس ايدك. لك ما بدي سيدي يبوس ايدي ولا بيضل رابس سخم، بدي اياها هي بس تقبل تجوزني وما بدي شيء. امتى بدها تروح لعندها؟ امتى؟ اليوم العصر. ولي الله يصبرني من هون للعصر. تصبر أخي تصبر. وهي حكيت لك العلة تبعي يا هدية واللي إلها معي من أنا وصغير،
لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالعلة هي؟ إي والله كسرتي لي ظهري. لا تزيديها على قلبي. أنا كنت عرفانة حظه لأخي، وعرفانة إنه ما إله بالطيب نصيب. شو بدنا نساوي؟ أعمل لك قهوة؟ لا 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 تعملي شيء. الله يشفيكي ويعافيكي. ويديم عليكي صحتك يا حق. لك بدي افهم انت لشو عيشتك طالما فيكي هي العله؟ قال حلوه قال. بس انا يا خالد لك بلا خانم بلا خلق. انا قدريه خانم اخذ لابني وحده معلوله مثل حكايتك؟ بس والله ما معك حق. ولك حقي حقك ونار تلقك ان شاء الله يا معلوله. اخ يا بنتي اخ، هذا اللي صار معي اليوم، وصالح اللي حكيت لك عنه طلب ايدك. ايه يا ابي، هاد من توبنا، خلي يجي بكره نتفاهم معه. على خير الله يا بنتي، على خير الله. رح روح احط لك اكل. يلا يا ابي يلا. نعم. انا ما فيني شيء، بس قلت هيك للناس لا اعرف مين بيحبني عن حقه ومين بده ياخذني على جمالي. قلت لهم اني انا معي الصرع واني بوقع من ساعتي. اجت من حظي، اجت من حظي والله. لو كنتي خرسة قطعة اما بتشوفي بدي اخذك، حبيتك وانت بنته للغالي، بنت الغالي. اللي يا صهري وفرق لحني. قولها يا ابني. والله صالح ابن حلال وما في منه. راح احكي لكم عن برنامجي المعيشي. انا صهر بيه بقلبنا وعيوننا يا صالح. وانا ما عاد بدي اخلي عمي يشتغل، بدي اخليه يرتاح. هلا عم بشتغل عالتال، بس معي راح اشتري عرباية، وبعدين راح طورها واجيب طنبر. الله يرزقك يا رب. الله يخليني اياكم، والله انت احلى وحده شفتها في حياتي. الله يقدرني واسعدك. خلونا نقرا الفاتحه.